الحمد لله كالذي نقول وخيرا مما نقول. احسن كل شيء خلقه فالكل بالعناية مشمول. قدر لكل موجود رزقه وكل على جناح النعمة محمول. نحمده سبحانه وتعالى حمدا هو بالثناء عليه موصول، ونعوذ بنور وجهه الكريم من السحت والغلول. لا إله إلا الله، الملك كله يفنى وملك الله لا يزول. محمد ابن عبد الله عبدا لله ورسول، تراه يوم القيامة تحت العرش ساجدا. سل يا محمد فمن قبل المسألة أجاب المسؤول. لو يعلم جده وهو بالبيت يطوف ما سماه به مختارا من حروف. محمد في صورة الفتح بالرسولية موصوف. أنا لها كلمة هو قالها، ونفسي ثم نفسي كل الأنبياء تقول. سئل أبو بكر وهو في لحظة المنية، وهو يحتضر وهو يموت، هل نحضر لك الطبيب نجيب لك الدكتور؟ أبو بكر قال لقد قبلت الطبيب. ماذا قال لك الطبيب؟ أبو بكر قال قال الطبيب إني فعال لما أريد. كل طبيبي وقد تخطفته يد الردى. يا صوفي الأمراض من أرداك، وقل للمريض بعدما عجزت فنون الطب من عفاك. سل النح يا نح، من بالشهد قد ملاك، ويا شهد من بالطعم الجميل حلاك. اختصر كل الكلام فاقول سل الثعبان يا ثعبان، من بالسم قد ملاك، وكيف تعيش يا ثعبان والسم يملأ فاك. الله فوق كل الخلائق كلها، ان لم تكن ترى الله فالله يراك. يا قارئ القرآن صوتك صوتك بلسم، يزداد العاشقون فيه تشوقا. ايات الله العاطرات سحر رائع، ينهل من نبع القلوب تدفقا. يا قارئا تتلوه في طريبة، والدمع في عينيك رمز للتقى. الله ما اجمل لسانك عليه كلام الله، فيه بهاء ونور ورفعة. قارئ الابداع الاول وملك المقامات والاكثر شعبية حقيقية، والذي شرف مصر بالمحافل الدولية، والذي سنسعد به في قرآن فجر الليلة من مسجد نفيسة العلم، السيدة نفيسة رضي الله عنها، كما سنسعد به ايضا عبر القناة الاولى المصرية والقنوات الفضائية من مسجد سيدنا الحسين بن علي رضي الله عنه، الدكتور عبد الناصر الحرك. الله ربي اسأل له التوفيق والسداد، ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. داعيا قارئ الابداع الاول الى منصة التلاوة. وانت اللي قايل له قول الله يعزك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى ق
قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لا لقد خلقنا الإنسان في كبد. رمضان كريم يا دكتور. الصلاة على النبي. حاضر. أما بالقرآن يا رب. عليك يا مولانا. حاضر. لا أقسم بهذا البلد
حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فلاقتحم العقبة. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. ألم نجعل له عينين يا فضل الله حبيبك النبي رضينا يا ولسانا وشفتين. وهديناه النجدين. وحد الله وحد الله وحد الله. لا الله يبارك عساك من عوادك يا ميسر الحبيب. حاضر ان شاء الله. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ فلاقتحم العقبة.
عقبة وما أدراك ما العقبة. فك رقبة، فك رقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما 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 ذا مقربة أو مسكينا أو مسكينا أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك خلق الإنسان من علق طلبات كتيرة لا إله إلا والله أكبر ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد لا إله إلا الله.
الحمد بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه. اللهم صل عليه. ان شاء الله حاضر. صلى الله عليه وسلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ. اقرأ. اقرأ ورب ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. الفاتحة.